التواصل المجاني لتفسير الأحلام والمعالجة بالقرآن اكتب على قناة اليوتيوب، وللتواصل السريع المدفوع اتصالا أو كتابة على التليجرام أو الماسنجر، والدفع من خلال البيبال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في التواصل في سلسلة أو محاضرة عن شرح وتفسير الرؤى والأحلام، وبنتكلم عن الأصول السبعة التي ليس لها تأويل وليس لها تأثير على الرأي. فموضوعنا النهاردة عن الأصول، أن الأصل التي لا يوافق الرؤية إطلاقا، بمعنى حد شاف رؤية، فالرؤية نعرض الرؤية على الأصول التأويل، فلم توافق أي أصل من أصول التأويل، فهنا الرؤية دي أصبح لها ليس لها تأويل. يبقى على الأصل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، هو الأصل التي لا يوافق أي أصل من الأصول التي تؤول عليها، فعند ذلك ليس لها تأويل، أي كأنها لم تكن. فعدم توافق الرؤية أي أصل من الأصول التأويل، فأصبح أن الرؤية دي ليس لها تأويل. فإحنا بنقول إيه؟ ليس لها تأويل، أصبح دي إيه؟ عدم توافق. وده أصل خفي، أصل خفي صعب جدا الإنسان يقدر يتواصل إليه، إلا الذي يهبه الله عز وجل للعلم ويكون عنده العلم من عند الله عز وجل، فعشان كده يوصل لنتيجة عدم التوافق، لأن الأصول التي تؤول عليها أصول لا تعد ولا تحصى. أما الأصول التي لا تؤول عليها ليس لها تأويل، دي سبع أصول محددة معروفة، أما الباقي، أما اللي هو يؤول، فده لا يحصى. أشياء كثيرة، ولكن إن شاء الله سوف نبين لكم بعض الأصول التي لها تأويل. إيه هي الأصول دي؟ هنبقى نقول لكم إيه وإيه 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 وإيه، كل شوية نقول لكم شوية لحد ما العمر ينتهي بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التواصل المجاني لتفسير الأحلام اكتب رؤياك على القناة على اليوتيوب، وللتواصل المدفوع اتصالا أو كتابة على التليجرام أو الماسنجر، والدفع من خلال البيبال.